إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالكعبة الغراء لك ما عشت يا علي ولائي حبكم في القلوب نبض وجود فهو يجري فينا بمجرى الدماء دقات قلبي ولهن
طيلة العمر تنادي يا علي وبقدري نتاني منكر ونكير فجوابي يا وسأدعى باسمه في محشري عند ربي كن شفيعي يا علي وبجنات العلا أنشودتي بين ولدان وحور فوضع تربته بالقدر
الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه فرضية. إذا نسب لله ولد فالأولى أن ينسب لله من ولد في بيته، وهكذا ولم يولد في بيت الله إلا علي. إياكم أن يجعلني لله البنون، وتعالى الله عما يصفون. فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت حقا ولدا، لا عزير لا ولا ابن مريم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أيها المرجى يا علي، يا علي، أيها المرجى لقاه في الممات، كل موت فيه رؤياك حياة. ليت قد عجل بي ما هو آت، علني ألقى حياتي في الردى، فإذا منه بأوفى النعم. فأجابت بلسان صادق، قد على شأني بميلاد علي. سألوا الشمس فقالوا من له، قد رددت في الزمان الأول. فأجابت دون ما شك، لقد ردني الله لمولاه. حق فيه الرحل خير الرسل، من بواديك أقام المصطفى علما من بعده في الملل. قال ذاك الحق يا سوء الهدى، والد الأطهار والمولى. سألوا الكوثر من ساق الورى، في معاد للرحيق المسلسل. فأجاب الكأس في ضفته، أحمد يأمر الساق العلي. وسلم على محمد وآل محمد.
سألوا جبريل من زوجه في السماء رب العلا في محفل نطق الروح مجيبا إنه زوج الزهرى من النور بني جمرة الإيمان وحن ولا إيمان ما يا في أمير السلام صحبتنا الله وياه بني جمرة الإيمان طبتم لحبكم عليا وطيب المرء طيب فعالي هنيئا لكم هذه المحبة والولاء فصلوا على المختار طه مولانا صاحب العصر والزمان مولد جده المرتضى نسأل القرآن ونبارك لكم أيها الأحبة ولجميع المؤمنين والمؤمنات سائلين الله عز شأنه وهو القادر وحده المقيم على عباده أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بخير وعافية ونعيش على كل حال مع أجواء هذه المناسبة أيضاً بين الشعر والشعراء بين الشعر والشعراء علي عليه السلام ملهم كل علم ملهم كل فن بما فيه الأدب والأدباء لذلك نجد على امتداد التاريخ شعراء وأدباء سخروا شعرهم وأدبهم من أجل الدفاع عن أمير المؤمنين عليه السلام كحق كقرآن كسنة نبوية كإمام ونأخذ على كل حال بعض الشواهد من خلال ذكر بعض أشعارهم حتى نجد كيف بالفعل ضحوا وأثمروا بهذه التضحية وكيف بذلوا ما بذلوا من جهود في قبال عداء ونصب شديدين يتتبعان كل محب وكل شاعر يمدح عليا ويطري عليا ويقول الشعر في علي عليه السلام ولكن لم يتأثروا وقالوا ما قالوا وخلد الله شعرهم لأن الله ما خلق عليا لينتهي ذكره وكل ما قيل في علي هو خالد بخلوده سلام الله عليه. خلينا نشوف بعض النماذج في هذا الاحتفال الشريف. ناخذ اولا أبو علي العبد الأموي شاعر أموي شاعر أموي ولكن لما قارن بين علي وغيره رأى بأن الحق إلى علي والإنصاف عند علي والصفاء عند علي فأخذ يمدح علي عليه السلام بالسر والعلن حتى عرض نفسه إلى الأذى والتشريب وكان ذلك حلوا باردا في محبة علي عليه السلام فماذا قال هذا الشاعر وهو يذكر معاناته في حب علي عليه السلام شردوا بي
فوربي يقسم فوربي لا أبرح الدهر حتى تقتلي مهجتي بحبي عليا بنيه بحب أحمد إني كنت أحببتهم بحب النبي حب دين لا حب دنيا وشر الحب حب يكون دنياويا صلى الله في الذهابة منه لذا الإيمان ولا سندان علي عليه السلام من رجل عرفت قبيلته وأسرته وعشيرته بالحق والعداء والنصر لعلي عليه السلام ولم قل ما نظر رأى علي نورا وغيره ظلاما رأى علي نورا وغيره ظلاما فلا يمكن أن يغالط نفسه فمدح عليا وقال ما قال ابن المفجع المصري أيضا من الشعراء القدماء الذين نظروا في علي ما نظروا ومن ضمن قصائده الرائعة قصيدة يقال لها الأشباه وهي 160 بيتا في مجلس سيد الوصيين علي وأصل هذه القصيدة حديث نبوي شريف جاء بمختلف الفاظ من احب ان ينظر الى ادم في عينه والى نوح في فهمه والى يحيى في زهده والى موسى في بطشه فلينظر الى هذا واذا بعلي عليه السلام قد اقبل هذا يسمونه وحفاظ الكلاب والفاظ حديث الأشباه هذا الشعر في أيام قساوة العباسيين على آل علي كان يمدح علي أيها العائمي بحبي علي قم ذميما إلى الجحيم خزيا كان في علمه كآدم إذ علم علم الأسماء والمكنية وكنوح نجى من الهلك بل سير في الفلك إذ على الجودية السيد الحميري ومر ذكره على الأسماء الشريفة أن السيد الحميري رضوان الله عليه هو من خيرة الشعراء وأن هذا الشاعر وليد بيت نصب وحق وعداء لعلي عليه السلام هنا واقعا هذه المواقف الرائعة التي بالفعل لا يقال إنها تقليد آباء ولا تقليد أمهات ولا إنا وجدنا آباءنا على أمة بل أحمل العقل والفكر والنظر والبصيرة وهو يسمع كل يوم يسمع أبويه في وجبة غداء أو عشاء يأكلان ويشتمان علي هذا واقع السيد الحميري عن غدا يقول الرواية عن غدا يتغدون ويشتمان علي
فماذا ترى أن يخرج ولد يسمع أبويه؟ اسمعهما. هل شاركهما العداء والنص؟ لماذا؟ هو طبعا ألجأ الأمر إلى الله. لما سئل عن سر ذلك قال غاصتني رحمة الله واستنقذتني. لكن لا شك أن هذه الرحمة وهذه الهدايا والتوفيق الإلهي وجد ماذا؟ اندفاعا وإقبالا وحركة من السيد الحميري تجاه الحق علي. من هنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من يريد الضلال الله يضله، ومن يريد الهداية الله يهديه. وكان للسيد الحميري طبعاً كما ذكرنا في البداية حفلنا فقط مع الشعراء ومواقفهم. وكان للسيد الحميري رضوان الله عليه أسلوبه في نشر الفضائل. هناك من يهدي وهناك من يبني وهناك من يهدي. الأمراء الأموية والأمراء بن العباس يهدمون بمعاولهم، لكن وجدوا أنفسهم أمام بناء ضخم لا يمكن أن يهدم، ووجدوا أنفسهم أمام جبل أشم لا يمكن أن تأخذ فيه المعاول مهما حدت. ذلك الجبل الأشم هو علي بن أبي طالب سلام الله. وكان من أسلوبه رضوان الله عليه أن يأتي إلى الأسواق، للمحافل، للمجتمعات، ويقف ويخاطب الناس: من يقول لي فضيلة لعلي بن أبي طالب لم أنظر فيها شعرا؟ شوف الأسلوب في نسبة المقابل. يوم الأيام خرج من عند أمراء الكوفة، دخل عند بعض أمراء الكوفة وأعطاه فرسا وخدع عليه. أعطاه فرس سليم وخلع عليه، أعطاه من المال ما أعطاه. خرج من عند ذلك الأمير وجاء إلى الكناسة، أي مكان يسمى الناس، ووقف. وقف وقال: من قال فضيلة لعلي لم أنظم فيها بيتا فله فرسي وما عليه. فرسي وما عليه. وأخذ الناس يذكرونه وينشد ويذكرونه وينشد، حتى جاء رجل وقال: أنا أقول فضيلة لعلي عليه السلام لم تقل فيها. قال: قلها هذه وأنا عند عهدي ووعدي. وجاب الإمام قبل أن يذكر الشيخ الأمين في الغريب اللهم عليه في الجزء الثاني، من أحب أن يتوسع أكثر في السيد الحميري ومحبته وعلاقته وشلون سيرته مع أبويه، الجزء الثاني من كتاب الأمير. فقال: كان علي أمير من أسلم يوم الأيام يتوضأ، خلع الخف. لما توضأ أراد أن يلبس الخف، فلبس إحداهما، أراد أن يأخذ الأخرى، فجاء عقاب انقض من السماء ومسك الخف من قارئ ونفضه وسقط منه حباب. حباب اسم الأسماء الحية. قال: هذا لم أقل فيه شعراء، خذ فرسي وما عليه. أعطاه الفرس وما عليه، وأنشأ أيالي القوم بأيالي الله للعجب العجابي بخف أبي الحسين وللحبابي. يعني كان نظما جديدا لم ينظم هذه المنطقة من بعد. فأعطى الفرس وما عليه بذلك الرجل. ونأتي على كل حال ببعض الأبيات إليه سلام الله عليه. وتعلمون أن هذا الرجل أقصى شيء على قلبه أن يجلس في مكان لا يذكر فيه يا علي. إني لأكره أن أقيم بمجلس لا ذكر فيه لفضل آل محمد، لا ذكر فيه لأحمد ووصيه وبني داود.
لطيف رديء إلى الذي ينساهم في مجلس حتى يغادرهم لغير مسدد. نأتي إلى بالحديث المعتزلي صاحب شرح كتاب نهج البلاغة في علميته الرائعة، وهو صاحب السبع العلويات، سبع من أمهات القصائد الرائعة في مدح سيد الموحدين بعد النبي الأمين يا علي. هي القصيدة عينية: يا رسم لا درست كريح زعزعك، وسرت بليل في عراسك خروع. أشار إلى عقائد عظيمة في علي عليه السلام، نقرأها على سبيل المثال. يا برق إن جئت الهري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه وأحمد يتبعه، بل فيك جبريل وميكائيل وإسرافيل والملأ المقدس أجمعه، بل فيك نور الله جل جلاله لذوي البصائر يستشف فيلمع، فيك الإمام المرتضى، فيك الوصي المجتبى، فيك البطيء المزرع. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وانتشرت هذه القصيدة في العالم الإسلامي انتشارا واسعا بالنسبة لحجم قائلها من جانب، ومن قيلت فيه. وأحيانا الإنسان لما تريد تجعل ينشر شيء ويهتم بشيء امنحه ضيق عليه في شيء، سيفتح لنفسه ألف باب وباب من أجل أن يصل إلى ما يريد، خصوصا لما تتعلق المسائل بالفكر والنظر والتربية وغير ذلك. يشوف الإنسان ما يقيد شيء ويجد نفسه في فضاء واسع جدا، وان كان بدنا وان قيد بدنا. شفنا نفسه تحلق في افاق واسعه لان افق علي واسع جدا. واشار الى عقائد عظيمه في علي عليه السلام: يا من له رد الذكاء شمس، ولم يفز بنظيرها من قبل الا يرشع. يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربعون، يا هازم الأحزاب لا يثني يعني خوض الحمام مدجج ومضرع. أقول فيك سميدا كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدا، بل أنت إلى موقف علي عليه السلام. عندما سأل المأمون إمامنا الرضا عليه السلام عن كون علي عليه السلام قسيم الجنة والنار، كيف علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ قال: ألم تروي عن آبائك عن جدك عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حب علي الإيمان وبغضه كفر. فعلي قسيم الجنة والنار.
طلع الإمام رضا عليه السلام عنده ويا منه ويا أبي صلت الهروي عبد السلام بن صالح قال ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين أما في الرواية قال إنما أجبته حيث هو أكو جواب غير هذا جواب صحيح لكن أكو جواب غير يشير إلى موقف علي في القيامة إنما أجبته حيث هو عند الجواب قال يا أبا الحسن قال نعم ما الجواب؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله العباد يوم القيامة يقول علي للنار هذا لي وهذا لك إذن هنا دور هنا دور يؤديه علي في القيامة هذا الذي أشار له من؟ ابن أبي الحديد بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع حاكم لكن بأمر الله شافع ومشفع لمن بأمر الله نختم أيها الأحبة أيضا بشاعر عمري ينتهي نسبه إلى الخليفة الثاني ولذلك يلقب بالعمري وهو عبد الباقي أفندي العمري إلى كتاب ديوان رائع جدا في مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه جدير هذا الديوان أن يقرأ تعرف كيف الإنسان يفعل لما يقف أمام علي عليه السلام لا يقول هذا تاريخي وهذا تراثي وهذا كذا لا ينظر إلى الشيء بما هو شيء لا الحمد لما هو حق يا أبا الأوصياء أنت لطاء شوف المعاني العميقة صهره وابن عمه وأخوه إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه أنت ثاني الآباء في منتهى الدور وآباؤه تعد بنوه خلق الله آدم من تراب فهو ابن له هو ابن له وأنت أقول وتأتي أيضا إلى مدحه لقبة علي عليه السلام قبة المرتضى علي تعالى مجدها عن مشابه ومثيل هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة للتأويل وعلى قبة السماء إذا ما فضلوها أقول بالدفق سمعتم بعض الأفاضل بأن لما نظم هذه الأبيات انتقده البعض وقال كيف تفضل قبة علي بن أبي طالب على السماء السماء قبة شوفها وهذه قبة كيف قال ويحك يا لكع إن قبة السماء يقصى الله تحتها وقبة علي يعبد الله بأبياته في الولادة أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلغوة ليث أنجبت سبعا وأنت أنت الذي حطت له قدم بموضع يده الرحمن
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال يزيد بن قعنب: كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وصريم من بني عبد العزى بيزاء بيت الله الحرام، إذا أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين وصي رسول والكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وإنه بنى البيت العتيق بحق النبي الذي بنى هذا البيت، وبحق المولود الذي في بطني لما يسرت علي ولادتي. قال يزيد بن قعنب: فرأيت البيت وقد انفتحا من ظهره، ودخلت فاطمة أم علي وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة عليه السلام في وغابت عن أبصارنا، والتزق الحائط فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من الله عز وجل. ثم خرجت في اليوم الرابع وبيدها أمير المؤمنين. جميعاً ثواب المباركة الفاتحة، بسم الله والصلاة على محمد وآل محمد.